الثاني. وغدا ان شاء الله غادي تجرى القرعه وتمتم غيتلعبوا الماتشات الاولين. واليوم استغليت ومشيت للهراويين، رجعت للبلاصه اللي زاديت فيها، البلاصه اللي كبرت فيها، رجعت نشوف دوك المكارب. صراحه توحشتهم. الهراويين منطقه مهمشه، وحتى الناس اللي كيجيو يسكنوا فيها اوتوماتيكمون كيوليو مهمشين وكيوليو مهمجيين. نقدر نقول لكم ماشي الهراويين كلها، ولكن واحد البلاصه راه كلشي عارفه، طرقان محفره، دور ريبه، الحمير. الا كنتي اول مره تدخل ليها ودخلتي ما غاديش تشيق انها الهراويين جزء من كاسا. اجيب لك الله بحال انت في شي مدينه اخرى، ولا الله ياخذ الحق اللي كان سبب. المهم مشيت، ويا ريتكم ما مشيت. كان واحد الصداع نايت تمايا، قررت نسول علاش. لقيت انه شي واحد جاي يتقدى الحشيش، وشي واحد قال ليه راه نتكلف ليك، ودار ليه ضريبه. وداك خونا ما ترطاش ليه، جاب جنويه وكيهلل. قربت حدا باش نهدنو، قلت ليه خويا ما دير فراسك والو صافي، شعطيتي انا غادي نعطيك هادشي كامل صافي، غير حيد الجنويه. دابا بدا كيخسر في الهضره وقال لي سير دابا نحيد لك وجهك. يلا سير. المهم بدا يخسر في الهضره، ما تصرطاش لي انا الصراحه، ولكن ما خاصيش ندخل راسي في هاد الامور هادي. انا دابا عندي غدا بطوله لي كبيره بزاف، خاصني ضروري ندوز للفينال ونربح الفينال وندوز للحفره الثالثه. ما خاصيش نضيع راسي مع هاد الميكروب هذا. تميت حد راسي وغادي. ديك اللحظه ضرب واحد الدري صغير بحجره، وداك الدري صغير هرب وما لقى فين يتدرج. جا عندي انا، خونا جاي جاعر هاد الجنويه وقاصدو، بقى كيحاول يشد والو، الدري كيتدرج لي ورا ظهري انا شويه ويضربني انا بالقبضه. ناري اش دار، مع التحنيت مع شد الدري، يلا بغى يضربو وانا نشد لي يدي اليمنيه. قلت ليه قدرناك وبغينا نهدئ الامور، ولكن انت ميكروب، بغيتي نتمكرب معاك. ناري وانا نبدا نتمكرب معاه. رجعت ليامات الهراويين، ايامات البلباله. تعريت عليه، حيد الجنويه لحتى شديته وعطيته قتله ديال العصا. من بعد عيطت على ولد الدرب قلت لهم اجيو كملوا عليه، وانا طفت في حالاتي تفوق على نيفو كي داير. جينا نضربوا دوير انا ولينا مطايفين، والمشكله ضربني في الراس، وهاد الضربه انا متاكد راه تاثر عليا غدا، وانا عندي ماتشات مهمه. المهم رجعت في حالاتي بالزربه، ما بغيتش نتعطل، ما بغيتش نضيع الوقت، شنو غنبقى هنايا ولا قاتل شي واحد. رجعت ديريكت للدار، درت الثلج لديك الضربه وجلست ارتاحيت شويه. ويعيط لي الروبيو، قلت لي سلام سلام. قال لي شوف غدا راه خاصكم ضروري مدرب يكون معكم، يعني راكم دخلتوا دابا بصح. قال لي شوف مع داك المدرب اللي كان معك في الماتش ديال المصري، هذاك راه مزيان. قلت لي واخ. المهم عيط لداك المدرب ديالي، المهم عاودت لي شنو كاين وعاودت لي البلان وداكشي. قال لي لا ولدي نبيل، انا ما قدرتش نلعب في دوك الحفاري. قلت ليه نسولك شحال كتصور في الشهر؟ قال لي كنصور شي بركه، ولكن الحمد لله قانع بها. قلت لي انت قانع بها، ولكن دوك الوليدات اللي عندك واش قانعين بها؟ راه خاصهم بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء راه ما يمكنش توفروا لهم من ديك الخدمه ديال والو. قلت لي شوف هنا كندير واحد الرياضه، كنلعبوا ماتشات، انت ما شغلكش، راه حيت نمشي انت اللي كتحط فلوس كتقمر عليا ولا شي حاجه، انت كتريني بيا فهمتيني، وخاصك تعرف هاد القضيه، النيفو هنا راه طالع ديال بصح، يعني خاصك تكون انت مدرب ديال بصح الا بغيتي نربح انا وياك، واش فهمتيني؟ واكثر من هادشي العقاره كاينه. المهم انا خليت عندك الكره، الا فكرتي مزيان اتصل بيا، غير هو حاول تتصل بيا قبل السبعه باش الا ما عيطتيش ليا نعرف باللي راك رفضتي، وديك الساعه نقدر نقلب على مدرب اخر. يلا اخويا تهلا ونهارك مبروك. ما فهمتش انا بنادم كتجي فرص حتى لعندو وكيبقى متشبت بالمبادئ والفقر. المهم وجدت لي الولد منك والقصيت، من بعد نص ساعه وعيط لي لونترينور، قال لي انا موافق. المهم درنا غدا ان شاء الله نتلاقاو كاملين، وهاد الليله نعس بكري وفقت في الصباح مزيان شبعان الناس باش نكون اليس. المهم جا عندي لونترينور هو الاول، ومن بعد جا عندي طريق. المهم طلعوا فطروا معايا وبقينا كنتسناو في الروبيو، من بعد نص ساعه ويتم جاي. قبل ما نخرجوا من الدار بقينا كندوف بزاف ديال النقاط،
الروبي وصرح مزيان للونترينور شنو خاصو يكون. مهم شدينا الطريق مشينا ديريكت للحفرة الثانية، دخلنا الدنيا مبلبلة ديال بصح. كتحس باللي هنايا النيفو طالع على الحفرة رقم واحد، ناس نقيين، ناس في المستوى وبين تكون العاقة ديال بصح. مهم حنا كنا في التوتال 16 واحد، ودابا غادي يديروا القرعة. دوك 16 غادي يبقاو منهم 8، ودوك 8 غادي يبقاو منهم 4، ودوك 4 غادي يبقاو منهم 2، وواحد من دوك 2 هو اللي غادي يقدر يمشي للحفرة رقم 3، يعني الغربال ديال بصح. فهمتوا دابا اللاعبين اللي غادي يكونوا في الحفرة 3 كيديرين، بين غيكونوا غير هذوك المشحرين ديال بصح. مهم ومن بعد نص ساعة غادي يبداو الماتشات. وجدنا راسنا ولبسنا الحوايج ديالنا وبدينا كنترينيو. لونترينور جا عندي وقال لي شوف بقى ديما دير الخطة ديال الدابل فيس، يعني الجولة الأولى ديما بي راسك دمدومة وحاول تهرب، والجولة الثانية قضي الغرض. طريق قال لي خلي الخصم ديالك ديما يضربك 4 ضربات وضرب انت ضربة، ويضربك 5 ضربات وضرب انت ضربة. ملي تقرب سالي الجولة اجمع لي دوك الضربات كاملين مستفهم لي في دقة واحدة، باش ملي تبدا الجولة الثانية غادي يكون ديجا دايخ واكل العصا ديال بصح. هذه الساعة تقدر انت تنهي الماتش، تقدر تطيحو كاو. مهم بداو الماتشات والحمد لله جاب الله تيسير وربحت انا وطارق، ودابا حنا بقينا كاملين بينا 8. ودابا شويه غادي يديروا القرعه، ولد شرقي كيشوف فيا وانا عارفه كيقول مع راسو يا ربي تقصات الزبل هذا، اول غادي يدير لي العصا في الرويض. عارفني علاش قاعد. مشيت عند طارق وقلت ليه والله ما كرهت وانت طحت فيك الدمدومه بريكو ساهل. بقيت كنضحك انا وياه كنحاول نرفع ليه المعنويات. مهم دارت القرعه، ودابا غادي نتفرجوا في طارق هو اللي غادي يلعب الماتش الاول. نقطه القوه ديال طارق هو انه كيضرب لي بوين، كيضرب لوجه، ولكن نقطه الضعف ديالو هو انه اللكمه ديالو ضعيفه. الحل الوحيد عند طارق باش انه يسالي الماتش وانه يطيح الخصم ديالو بكاو هو انه يضرب ضربات متسلسله، يعني واحد دوره واحده، ولكن الخصم ديالو لحد الساعه ما مخليش ليه مجال، كيضرب وطارق كيدافع. سالت الجولة الأولى وطارق غير كيدافع. لونترينور قال ليه اسمع بقى تدافع، وملي يقول لك ضرب تخرج القوة ديالك كلها، الضرب كله اللي كان كيضرب فيك تخرجه فيه، وأنا متأكد غطيحه كاو، سمعني ودير بهذا الشي اللي كنقول لك. غير هو قاردي مزيان. الصراحة الخطة جاتني غريبة مع المدرب، ولكن بقينا كنتفرج ونشوف شنو غيوقع. دخلت الجولة الثانية، طارق بقى كياكل الملوي ديال بصح، كي غاردي. واحد اللحظه لونترينور هز يديه بحال عطى الاشاره، هو يتسيف طارق، بقى كيضرب بوش دروات، كيضرب هو يطيح الخصم ديالو. بقى كيحسب الاربيط وخونا ماناتش، هو يدوز طارق وربح. جا الماتش ديالي انايا، مدرب قال لي شوف الخطه ديال الدبل فيس غادي نساوها اليوم، ادخل غضرب لي بحر المجادك، تبالك الفرصه طيح موكاو وانا تايق فيك. اصلا درت غتلعب مع بلي ضعيف شويه. مهم قضي الغارات تمتم بما بقاو نتعطلوا. الصراحه حسيت بلي المدرب تايق فيه درب بصح. بدا الماتش ديالي تقريبا دازت فيه 40 ثانيه ما عرفتش، ولكن بلي الخصم ديالي واخد عليا فكره، ربما شافوني في الماتش ديال ميسرايول، حيت ما بغاش يواجهني، بقى غير كيتهرب وكيغاردي بحال كيحاول يسخفني ولا شي حاجه. قايلو معايا بلا غارد ديالو 4 ضربات طاح دوده طاح كاو، وساليت الماتش. دوك رجال الاعمال اللي كيقمرو بقاو كيشوفوا فيا بالنظره ديال الاعجاب، تميت نازل من الحلبه وانا كان شيخ. مهم في الاخر بقينا حنا 4، ولد الشرقي انا طارق واحد خونا سميتو ولد المزابيه، هو مشرمر ولد الحرام كيبان قاصح. مهم داروا القرعه وجا طارق مع ولد الشرقي وانا مع ولد المزابيه. جا عندي الروبي وقال لي ارد البال، هاد البروش راه كيضارب ديك الطايفه ديال الزنقه، يعني همجي فهمتيني، رد البال وصافي، غير اللي يقدر يجيب فيك شي بوان ولا شي حاجه ويطيحك كاو. قلت لي شنو هو؟ قلت لي هو همجي، تانا غنتخزز معاه، غادي نلعب مع ماتش مخزز ميكرو ودهرويين، متخممش
طارق عنده ما صعيب حيت ولد شرقي كاين عنده ما يقول. وما تنساوش باللي هو اللي كان شاد الحفره الاولى اللي كنا كنمشيو ليها في الهراويين لاول مره غندخل ليها، كان هو البطل ديالها. عباد الله كله كان كيطيحها بالكاو. مهم انا اللي لعبت الماتش الاول، داك ولد مزابي كيترطى وكيدق عليا وكيصيفط لي دي ميساج كيحاول يوترني ولا ما شنو. مهم كيتزر يد ديال بصح وانا غير كنشوف فيه. مره مره كيخسر الهضره، غنشدو غندير ليه غنفعل ليه واخا. مهم بدينا الماتش، خونا كيتزر يد ديال بصح، وهاد النوع كنعتبرونا اسهل واحد في الملاكمه حيت كيخلي فراغات كثيره. وانا الحمد لله قوه الضربه اللي عندي في اليد اليمنى ضربه واحده ما غاديش نعاودها معاه. مهم بقى كيتركير خونا كيحاول يقرب حدايا وحاول باغي يضرب، مع ضربني قارديت عليه ويبان لي وجهو خاوي. وانا صيفطي واحد كروشي ويخوالي مع خوالي ويضربني هو بكروشي، ضربني ديريكت الضربه اللي كان ضربني داك خونا بالجنويه. عشي الضبابه وليت كنشوفها، روبيو لونترينور طارق الجمهور كل شيء وقف ما فهم والو. هو يعاودني ضربه اخرى، هنا نطيح الارض على ركبيه. الصراحه الطيحه الاخرى طحتها بالعاني، وفي الاخر ديال الماتش غادي تعرفوا علاش. دابا عرفت نقطه القوه ديال خونا هذا، هو عنده الفانت ريفلكس يعني دغيا كيدير رده الفعل. واخا هذا ما اصلح لي غير قوش دروات، الا فلت القوشيه غادي يلقى اليمنيه، واليمنيه دمار شامل. داكشي اللي درت، خليت حتى سرحتو مزيان وانا ندير ليه قوش دروات. ضربتو بالقوشيه خو عليها هو يلقى قدامو اليمنيه، ضربتو زعزعت ليه الضمير ديالو، طاح دوده كاو وبقى كيتركل. جاتو بحال النوبه ديال الصرح. دوك رجال الاعمال ما شافوش فيا كيف ما شافوني في الشوفه الاولى، بحال قالوا دا غير عادي مادام طيحوا هاد خونا كان غيطيحوا كاو، دونك هضر عادي. وهادشي اللي كنت باغي انا، ماشي فقدوا الثقه فيا وما يقمروش عليا. ودابا جا الماتش ديال طارق وولد شرقي.